بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. براو خوشك برزكان دوري بيانيان من خست دواي عسران بو اوي زيادة الاستفادة بقينت وبشتواني پروردگار من امرو وكو تيغرا روجاني تر ان شاء الله سي درس دخوندريت درسية كم يان روجانا هي من الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية. أم كتابة روجانا ذكري با درس بإذن إخوائي فرودقار لسر أو دروين درسي دو مشتان هي ودرس سي مشتان هي إن شاء الله. شبهية كم لدرسي رابر دو مقدمة كمان باسكرت أمرو يكسر دسينا سر شبهية كم أوانيك إنكاري لسنتي في عمر إخوادك عليه الصلاة والسلام. أوانيك إنكاري لسنتي في عمر دكان عليه الصلاة والسلام وريناغرن رتي دكان وباوريان بينيا باب زانين بيان وكان ينشين باب كان ينشين بويلي حاليبين يكم شبهيان براكانم النهي النبوي عن كتابة الحديث كبيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام دلين نهي كردو اللنو سينوي حديث اشتواهايا بلاهايا لبردست مانا كإمام مسلم لا صحيح كيدا حديثي جبو جراوينة ولا أبو سعيد خدري بني تانوا لا بري تاندا هجدا لا بري هجدة أبو سعيد خدري بمن دجيرته ودفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا ديري شوارم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي لا تكتب عني شيئا إلا القرآن أويل من ودي بيستن هيتي ما نسنا وجق لقرآن بس قرآن بنوسنو كواتا لبيغمبري خواه ودوش الدبيسترا يجي كيان قرآن بو يجي كيان فرمو دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام حديثة فرموي جيقا لقرآن هيجي ترما نوسنو ومن كتب عني شيئا فليمحه هر كسي چيش لا بيشترش تيجي نسيته وبابي سريته جاء ومنكروا السنة النبوية قديما وحديثا يرددون هذا الحديث أوانيك إنكاري لحديث بيغمبر ده كان عليه الصلاة والسلام ضلان حديث حجنية حديث بلغنية حديث نابي ورجيري ضلان أول تكاك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بو خوي فرمويتي كس جيقى لقرآن با ننسيتوا أقر هاتبو سنتيش لأصول دين با أو بيغمبر إخوة نيدا فرمو با كز ننسيتوا نيدا فرمو با كز ننسيتوا بلكو أمري ذكر بشي شون أمري كردوه بنو سينوي قرآن أمري شي ذكر بنو سينوي شي بنو سينوي فرمو ذا كان بيغمبر عليه الصلاة والسلام حديثة كان خوي بلان ما دام نكهر أمري نكردوه بنو سينوي بلكو نهي كردوه لنو سينوي ريقري كردوه كواتا سنة هيچ نية كواتا حسابي بومكا كواتا لدين دانية أما شبه هيك يعني بل تفنيد هذه الشبهة ونقضها من بيج دكا دير بوتان بخير موا يا خلاصو بوختكاني باسكين وانيا ختان بخير نو ان شاء الله جيش بينتانو تفنيد هذه الشبهة ونقضها هل وشانوي ام شبهة باب زين شون او شبهة او قمانة شون هل وشيني نوا هذه الشبهة التي يستند اليها خصوم السنة اوها من بيت العنكبوت ونبي شبهة يجي بقوة بي بل كل مالي جالجالو كلا واسترا شون وهم يعلمون هذا ولكن العناد هو المسيطر عليهم لأن هذا الحديث الذي تمسكوا به لم يكن هو الموقف الوحيد في مسألة كتابة الحديث النبوي وروايته وجمعه وتدوينه بوشي بلقى كيان بقوة دنيا شونك سبارد بن سينوي فرمود كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام تاكشتك بيغمبر فرمو بيتي تنها وحديثة نية تاكشتك فرمو بيتي تنها أو النية
يعني بونمونا باش تيك بلين سبارت بمزغوتي كا خومنتي دانشتون استامز باش من بيچك لايوا لطلب كان دلم بفقي كان بيچك تان دلم اوابك بلام لولا وبدفقيتر شتيتريش متوا استادكري تنها يچك تان راز بنو بلا تنها اوي من قبوله اواني تر سكاني ترك بفقي كان تر وتراخيش قبولنيا چيكك تواوني اقصي تواوني بلكو دبي هم اقصا كان كوكينوا بزاين بو تراو تشيبكا بيجو تراو تشيبكا بيجو تراو تشيبكا وانيا هموي كوكي توا او كاتتي دقي بقشتي موضوعك شونا تشي بكريو تشي نكريت وانيا بويا امام علي كري مديني كيشيك لا ائمي حديث علماء حديث دفرمي الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه والحديث يفسر بعضه بعضا فرمي كتوب مسليك حاليبي اگر همو رجلان همو دليل كان همو روايه كان همو بلغه كان نهيني لسر او بابته راستنا راست البودر ناكبت راستنا راست البودر ناكبت بو شكتو لو اني حديث يك تبيني بي لولا ودو حديث ترهيه اگر او دوان اجنبيني تو يك حديث بيني تو يك جور قصدك ايتو بس يك جور قصدك ايتو بس هيك ترن علي اوش هلا دبي هلا نابي هلا دبي بو يضلين تشي براكانم دلين أو حديثي كفي عمري خو عليه الصلاة والسلام فرموي حديث ما نسينوا تاكش تجني السبارت بنسينوا وننسينوا حديث كفي عمبر فرمو بيتي تاك قصي جني بل كتشندان فرمو ديتر من لم باري وهاي كواتا إنصاف وعدالة ويا تشيب كين تشاو من بنو قين لدى حديثي تر وتشاو إيش من زق كين وبرام بريك حديث يا يجي كان قبول كينو يترد كينوا يا همو حديث كان بين بردستي خومن وبيرشاوي خومن بزانين في عمري خواتي فرموا بو نتيجة لي حالي بين بريارك اتشيا باشا كاكا زور شاكا فرموي وردت فقد وردت أحاديث أخرى أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم برواية الأحاديث عنه وتدوينها وكتابتها چندان فرموديتر هاتوا لپیغمبر اخوار عليه الصلاة والسلام كمولتي داوة بنسينوي حديث با تومار كردني حديث بل كل حديثها فرموديتر هاتوا كأمري كردو بنسينوي باب زانين كواش تيتر هيا بل يكر روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص استا او حديثي كفرمي منس نو حديثي شي ابو تشير يواتي كربو ابو سعيدي خدري ام حديثي استا عبد الله كري عمرو كري عاص قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك الشيء فاكتبه اي في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام من اشتك كلتو دبيستم دينو سموا يعني او فرمدانيتو كديبيستم من دينو سموا ياخذ فاكتبه با صيغي سؤال واستفهام اي بيغمبر اخوة اوشتاني من لتو دي بيستن بينو سموا قال نعم بيغمبر فرمي بلا بينو سروا بينو سروا قلت في الغضب والرضا اي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحالتي توربونشتو لحالتي آسائي وشينيش الدا حديثك هرب نو سموا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا بلى لهردو حالتك دا چي دا بيستي بينو سر ولا من چونك من چون لحالتي رازي بون دا حقنا بينايلم كتو رجبم ديسان حقنا بينايلم چونك فرقه منو تو براكم ايمي مروف لواني لحالتي تو ربون دا چي بكين هاكاكا هندي قصبكين لسنول درب چه وانيا لواني لحالتي تو ربون من دا هندي قصبكين كچي بيت ك يعني عدل نبي كإنصاف نبي داد بروري نبي زيد الرويت يدابه مروفين جاروا إنسان كتورد به قصدك أدواي لي بشي ما عنده بتوع آيبي غمري خواج لم جوري عليه الصلاة والسلام فرمي نخير لحالتي الرزابون مو لحالتي توربونم بينو سوا چونك من لهردو حالته كذا چي دلم أوي حقه أو دلم لحالتي توربوني شنداشتك نالم كان حقه لحديث عبد الله كري عمري كري عاص شي حاليبون في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام با بي فرمو اويك لمن وديبيستي
لهمو حالتك دا تشيبك بينو السلوة زور باش. حديث دوم براكانم وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، يعني كان سريع النسيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استعن عليه بيمينك وأومأ بيده إلى الخط. لا أنصاري كان اشتوانا كان واني خلتي مدينة بون بياوي كبوكا لاي بيغمبري خوادا دانيشت عليه الصلاة والسلام كجويلة فرمايشتكاني بيغمبري خوادا بو عليه الصلاة والسلام حزي ذكرت لبري كاتو لبيري نتيتوا بلام او كسا جوريك بو كشتي زول بيردا چوا فرمو دكي بيغمبري خواي زول بيردا چوا عليه الصلاة والسلام فرمي اي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام من چيب كم بيغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام استعن عليه بيمينك بو او حفظت هبه لبيردنا چه استفادة لدستي راستت بكا، يعني چي دستي راستت وأومأ بيده إلى الخط، يعني بنو سروة أويك دي بيستي تشيبكا أويك دي بيستي بينو سروة كبينو سيتوا چي نابت دوائي دي خويني تو جاري جتير ودو جاري تير دا جاري تير كالبير چو سيري دا كيتوا أو كاتتو لبرد كردو لبيرد نچوتوا كواتا براكانم. أما حديثي دوم پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بو كسي كالبيري دا چو حديث لبركا في لبر ندكرا حفظوا لبر كردني بقوة نبو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي چي فرموي بينو سروا. حديث سهم وروى البخاري عن أبي هريرة أنه قال دو جتانوا أبو خاري بمان دجرته لأبو هريرة دفرمي لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. أبو هريرة فرميه هيج كام لها ولاني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لمن زياتر فرمودي پیغمبر يان كونا كرد بوا عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله كري عمري كري عاص نبي بوا چونك أو دينوسيه ومنن دينوسيه أو فرمودا كاني پیغمبر إخوة دينوسيه عليه الصلاة والسلام بوا يكسك بينوسيتوا خزيني چي باش كودا كاتوانيا يستا ايوه كدانشتون اوتان كاد كتابك الى بردسته قلمي بيو كفائديك دبيستي سودك دبيستي زياده علمك دبيستي دينوسيتوا دواي بينج مانجي ترسيدي كتابك دكا او فائديك اللي درسك بيستي ماوا او جاري اشتر دچسبي لمشي داله دليدا دواي ديو درس بطلبه بلته ومستقبل تو درس دليتوا او فائدين سيبوتو ماوا لواني تاوك او كتابته او دكي صد فائده بنسيتوا هر سطيل قال الدمينه بلام كبلي نا بابا من يكسر تي دقم لما مستا يكسر دچس بي لظلم ده بل دچس بي سيروج قلت برسموا هيج نماوا هيج اللي بير نماوا بويا عبد الله كوري عمري كوري عاص چونك حديثي دنسيو ابو هريره رضي اخواي قوري لي به ده فرمي عبد الله لمن حديثي زياتر لابو چونك او دينوسيو ام حديثه بلقي له سرچي جماعه كلا سردين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حديث جي دكرا دانو سرايوا اي في عمر إخواش إقراري كردوا يا ريلي قرت ريلي نقرتوا ني فرمو اي عبد الله كوري عمري كوري عاص ناتش اشتجاري اشتر حديث منو سيتوا اشتواي بيانو إقراري كرت. حديثي شوارا برا كان وروى الشيخان هردو زاناي باي برزي حديث بخاري ومسلم رواياتي عن كردو أن رجلا من أهل اليمن اسمه أبو شاه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح. لا يوجد مكة يا ميناء مكة باش. وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا مما قال، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه. كابرايك يمني كأمادي وتاركي في عمر إخواب عليه الصلاة والسلام هذا لا يبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو كان أخوين دواربو فرمي يبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام من ناتوانم أوش تا بسوداني كلا توبي استميست على وتارك كلا قلم نامينه بشكو بوم نسيتوا
پیغمبر اخوه علیه الصلاه والسلام امری کرد فرمی اکتب لی ابی شاه، یعنی چی؟ یعنی بو ابن سنوا، بو ابن سنوا امر یانا امر بو ابن سنوا لیر دی قد دنا چی التاريخ تاريخ لیر هه میجوی کیا کیا ام فرمانی پیغمبر عام الفتح صالي فتح كواتا ان فرمانا لاخير جياني پیغمبر عليه الصلاه والسلام هي على سرتاي بنيتي بپیغمبر عليه الصلاه والسلام لاخير يتي بحش استاد دويدم استفاده چي لدا كين حديثي پنجم برا كان وروى البخاري في صحيحه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه سئل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. بخاري ذا جرته ولا صح كيد لعليك ربي طالب دفر من دواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام دواي وفاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم برسياريا ليكرد آية إيوة جيغة لقرآن هيتش تيكتان بوبا جيما ولا بيغمبرو عليه الصلاة والسلام فرموي أو من بوبا جيما وكلا چي دايا لو صحيفة دايا صحيفيك كراسيك بلين ملزميك دفتريك كچي تيدا نسرابو لبيغمبرو فرمو دي بيغمبري إخواي تيدا نسرابو سبارت با العقل. العقل يعني الدية، دي يعني إخواني كسيك بونمونا كسيك كسيك دا كجيت خوينه کی چی چندا کسیک چاوی کسیک چور کا خوينه کی چندا کسیک دانی کسیک بشچنه خوينه کی چندا او پی دوتر العقل وفكاك الاسير رزگار كردني او يك باسير وبديل جيراوه وان لا يقتل مسلم بكافر مسلمان بكافر يك نكوجريت لبري كافر. والحاصل موضوع چي برا كانم است دواي وفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم علي صحيفه چي لايا فرمودي پیغمبر تدان علي صلى الله عليه وسلم فرمودي پیغمبر تدان نسراوتوا باش ششم. وروى ابن عبد البر في كتابه المعروف جامع بيان العلم وفضله سببا لسؤال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم اني اسمع منك شيئا فاكتبه. ابن عبد البر سبب ورود او حديث من بوباز ذكر سبب هاتني ك كاتي عبد الله كوري عمري كوري عازب في عمر ده فرمي عليه الصلاة والسلام هرتش تيك تو ديلي لهر حالتك ده بينو سينو سبب كي تشيبو. قال ابن عبد البر ما خلاصته إن الصحابة لما رأوا عبد الله يكثر من كتابة الحديث يكثر من كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له إنك تكتب عن رسول الله كل ما يقول ورسول الله قد يغضب فيقول ما لا يتخذ شرعا عاما. فرجع عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب عني فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق. صحابة هندي كان هاتن وتيان أي عبد الله تو بردوام بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تشي بيلا يكسد دي نسي توا اي بيغمبري جمروفيكا لحان دي حالات داتو ردبي لواني لحالاتو ربون دا قسيك بكات نبيت الشرعي تي عام دستور وبرنامج جيان الحالة ترد بون ذاكر دويتي عبد الله يكسر وتي دكاته بابرسي على بيغمبر كم عليه الصلاة والسلام من تنها أوفر مداني بن اسمه لحالتي آسايو شيني ذاك ديلي يعني لحالة تربون إجدا فر مدكاني بن اسمه بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام فرمي هموي بن سوا سوين بوي كمني دروس كردو نفسي مني بدسته لدمي منه ودرناك إلا حق نبيت أو من ديلم هموي حق بو قرآن ده فرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پیامبر اخوه علیه الصلاة والسلام هیچ نطقی چی لهوا و آرزوی خویا و نبوا الا وحی که خواه گربه وحی بوی ناردوا. حوتم برا کانم ومن المعلوم ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يرسل الى رؤساء الشعوب والعشائر كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام ويختمها بخاتمه ما تزال هذه الكتب موجودة في وثائق خاصة بها. أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو كسرى بو هرقل بو نجاشي بو ملوك دا صلاة داركان نامي ندنارت بانجي دا كردن بو إسلام إما فرمو دي في عمر صلى الله عليه وسلم دا نسراوة كا نامكاني هرماوة يعني نسراوة كان فرمو دا كان كناردويتي هرماوة
چی بو هرقل ناردو چی بو کسرا ناردو چی بو فلان ناردو هر ما ایمش بلگیر سره وای پیغمبر خو علی صلی الله علیه خو نامی ناردو فرمان شکر دو قسکان ابن سریتوا فرمودکان ابن سریتوا باش هشتم كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب لولاته وعماله كتبا يبين فيها أحكام الصدقات الزكاة والديات والفرائض وبعض السنن وهروا في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام كساني شهبوا كدايناب ببربرسو سربرشتيار بسر شاركاني تردا وانيا عمال يعني وكو محافظو قائم قائمون مدير ناحي أو أنا كبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوشوينة كان داينابون كبي عمر صلى الله عليه وسلم بردوام كنامي بود ناردن كاتبي هبو أمري بيدكر بي عمر الله أوشتبا وابكن أويان وابكن أويان وابكن إيه مش بلغي لسر نسينا وا كوات هذه الوقائع والآثار تدل دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن في كتابة أحاديثه للعمل بها في حياة المسلمين أما همو بلغبون هش بلغمان باسكر لسرويكا حديث لسردين بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نسراوته بيغمبر إذني داونو أمري شكردو رازيج بو بي درنا كود له هشتدا استاب سريعي كسيري كتاب ناكات باشا يكن بلغتشيا كاكا حديثي عبد الله كوري عمري كوري عاس كفرموي هموش تيق لمنو دي بيستي بينوسا لدم مودرنا تي لاحق نبي دوام كاكا أبو هريرة فرمي كاز لمن حديثي زياتر لبيغمبر لا نبو جغل عبد الله كوري عمر أو دينوسي من نم دينوسي سيهام اكتبوا لأبي شاه كيماني بو خطبة كي چي بو خطبة بيغمبر خاصة صلى الله عليه وسلم ذكرها بيغمبر فرمي بو ابن سنوا چي تر كاما يا حديثك اوه كابرا لمجيسي بيغمبر دادنشت انصاريكا باشا فرمي چي بو ابن سنوا هاك هاك او ابو باش چيتر ها برا اخو قينا ها برا جن ما بعكسه بعكسه صحيفي او صحيفي كلاي علي كريبي طالب ورزاي خوي بردقاري ليبت دي براكم نا مكاني كبو رؤساء ملوك دينارت چيتر بو كاربا دستكاني خوي كنامي دناردو شريعتي تدا احكامي بورون دا كرنوا اما انا همي بلغي الى سر چي براكانم بلغي الى سر اوي كحديث نسراوتوا استا التوفيق بين النهي والإذن دين اي چيب كين استا حديثك فرموي منوس نوا او تحش بلغش ماني ناو لسر اوي كبنوس نوا ونسراوتوا ورقي داوا ورازيبوا دا كريبلين كاك يجي كان ورد غرين لا يجي كان ورد غرين ولا يجي كان ورنا غرين يا بلين كاك بخوت انا ازاد من برا اوي كا حديثي نهي كا ورد غري كواتب بابا وري بهرشي حديثي نبت ازاده اجتهاده اوش كا حديثه كان تر ور بغري بابا وري بحديثه به او حديثي كم يم بابا وري بي نبه اجتهاده بيت لا دبي الا يعني لما سالي بغين بوچي نهي كردوا وفرميتي بيصرنوا بوچي هشت بلغي بقوته زقش من سروي كبي عمري خاصه سلام امري كردو بنو سينوا رازي بو بنو سينوا والصحابه نو سيانه توا وايه اگر ام حديثي بي عمري خو عليه الصلاه والسلام اخير شد بوايه كفرمي ميكن علي كوري بطالب او صحيفه دهشت ولا اخوي يا دي دبو بيصر توا دبو بيصر توا آية عبد الله كري عمري كري عاص أو أنا كنسيبينيو دبو بيصر بس بيانصر يتوايانا بهمان شوا كواتا صحابها مويان توان باربون أجربيتو بلين حديثة كي نهي كأخير شتا موقف شونا علماء أهل السنة جمع دكان لبيني أم دوانا وخلاصة موقفهم دوزتانوا أن النهي كان أولا نهي كردن لسرتابوا نهي كردن لسرتاي پیغمبر آياتي عليه الصلاة والسلام قرآن دا بزيو بخوشي حديثي فرموا لو ترساوة تيكل بلاي خلق خلقش نخوين دوارة زوري أمية يعني جاري واي نقشتو تا او آستيك فرق لبين اسلوب قرآن و اسلوب پیغمبر كان عليه الصلاة والسلام نكا تيكل بيت سرتا فرموا مينوس نوا النهي كان أولا وأن السبب فيه كان خشية اختلاط
الحديث بالقرآن، وبخاصة لأن الأمية كانت منتشرة، ولكي تتوفر عناية المسلمين بالقرآن أولا لأنه الأصل. ولما حصل التمييز الكامل بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي ارتفع الحظر، فأذن عليه الصلاة والسلام برواية أحاديثه وكتابتها على النحو الذي تقدم ذكره. كواتا دلين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسرت هذا ريقري كير چونك نكا تيكال بيت وبو أوي قرنجي مسلمانان جاري التركيز لسر چي بي لسر قرآن بك أو أصلا وبو أوي أودو أسلوب الليك جاء بكريته والصحابة تيكالي نكا لقل يكتير كاتكا تواو أو ما ترسيه نما كتيكال بي صحابة فيربون تواو أويكا قرآن أو ديارة أوشك في قرآن وحديث ديارة كأوانما في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ريقر يكي هل قرتو أمريك بينوس نوا ريقايدان بينوس نوا رازيبوك بينوس نوا وصحابة نسيانا وفي غنبر ريلينا قرتن أمانا همويهات باشا بلغمان چي لسر أويكا نهيكا لسر تادابوا كاكا دو بلغة ليرا باسكرا يكام اكتب لي ابي شاه كبي عمر صلى الله عليه وسلم فرموي بو ابو شاه بن سنوا ام واقعة كيبو عام الفتح صالي فتح كرني مكة لاخير جاني بي عمر عليه الصلاة والسلام ك عام حجة الوداع حجي مال اوائية كوتا اولا اخيرا حديثي نهي كلا سرتا بل قيدوهم ما نوي أوهم الصحيفة يا أهم رسائلي في عمر خاصة أصلاً الصحيفة كي علي كري بطالبه رسائل كاني بو ملوك الرؤساء وأنا ما ونتوا حديث كاني عبد الله كري عمري كري عاصم ويك ما ونتوا أجر هات با ونهي كلا دواي هات با دبوا يك حديث نبي نيستا هم يجيب كري فليمحو دبوا هم بصرة توا يانا بصرة توا أي بلن آخر صحابة نيا صرية توا صحابة هم يتوان بارا كنا يصير بيتوا هم يقولون بارا هم خيانة كارا والعياذ بالله فلهم صحابه ولا في عمر حالي نبون او الصوابك لسرتانه هي كردو دوائي الرقاي بيداو اذن داك بينسنوا. ونضيف الى ما قاله علماؤنا رضي الله عنهم ان القران يجب حفظه وتلاوته على الصوره التي انزله عليها الصوره كبل بصوره دقلتها اي انزله على هذه الصوره لفظا ومعنى وتراكيبا، فلا يجوز فيه إبدال حرف بحرف ولا كلمة بكلمة ولا الإخلال بنظم تراكيبه مهما كان الأمر، وأنه متعبد بتلاوته كما نزل. دلالة سبب اشترش براكم بوشي لسالتها بيوست بو حفظ قرآن بكريت بوشي وازب نسرية توكا دابزيوة شكا قرآن مجالي ويتدانية فتحيك ضميك كسريك حرفك كلميكي لا بدي هاو شيوي او دابنيت نابت استابون منا دلين في عمر قواس الله سبحانه فرميتي من غشنا فليس منا، يعني شي استاتو بوتي بلاي في عمر قواس الله سبحانه فرميتي تركس غش قال اي منيا وبوشتي بعكسه بلاي في عمر قواس فرميتي لا اي منيا او كسي غش دكا ما حديثه بما نا جراته ويانا بلام قرآن بوتيك أخواي قورا فرمويتي فويل للمصلين توبلي للمصلين ويل بلين خوا فرمويتي للمصلين ويل اشتوا هذا به هم خلق ذلك كافر بويتي الله يشيتو واني آياتك واني وريابة كواتا قرآن بوشي لسرتا تركيز لسر قرآن شمك قرآن خدي لفظكي خدي خوينا وكي عبادته تعبدي بيا ذكري دبي وكو خوي برك. أما الحديث النبوي فيجوز عند الضرورة روايته بالمعنى دون اللفظ نطقا لا كتابة، كما يجوز للراوي إذا نسي لفظا أو اشتبه عليه الأمر أن يذكر لفظا آخر يدل على معنى اللفظ الذي نسيه مع التنبه على ذلك أو التنبيه على ذلك. لهذا كان من الضروري كتابة القرآن والاكتفاء في رواية الحديث بالحفظ چونك قرآن دبي وكو خوي نصا چون آوابه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هاني داون جاري لا حديث نسينا وقرن تركيز بخانة سر نسينا وقرآن وكخوي. أما حديث هرب حفظش بلا بركردنش لبري كان بسه قيناك
آخر أي كلمة يكم لا ياتشو هاو شوي أو كلمة يجبلي لحديث مشكلة نية هاو شوي طبعا أو بوشي أو أنك أهلي علما أو أنك أهلي لغة أو أن دزان هاو شوي وكيتشيا نك بتي حرفك داني كلميك داني ما ناكي بقوري نابت بلى كواتا اكتفاء بحفظ حديث كراوة بلام ببي كتابة بلام اكتفاء بحفظ قرآن نكراوة ببي كتابة دبي تشيبه كتبي وحي دبي بينوسنو بين قرآن بينوسنو دليل لسر أوى ويؤيد هذا ما روى أو ما روي عن الضحاك من قوله لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف كراريس جمع كراسة كراسة وكو ملزميك نتن ملزمي حديث هاوشيوي ملزمي قرآن دابنين تا استر سيريكا ولا هرشي مزقوتي عالما سيري شكلي قرآنك جاي لشكلي حديث وكتابة كانت ريات جيانيا جاري طبعي قرآن جاي طبعي قرآن جاي دبي جابك ريتوا بوي فرموي او كراسانيك بو حديث دايدنين با جابن لو كراسة وملزمه ورقة ونسينانيك بو چي دايدنين بو قرآن دايدنين جبا جابت بو تيقلنا بيتو خلق لي تيقلنا چونك برا كانم قولك اي پیغمبري خواش عليه الصلاة والسلام فرمو دكاني هر حقا هموي حقا واو پري بلاغو اعجازي تيدايا لا يخلش يساوي الكون أخوان دوارك كقرآن إلى برنبي ممكن تكلب قرآن وحديث يعني ليت تكلب أن ممكن ليت تكلب أو احتياطنا كرابايا هنم ننبو بس كده نجاري كان كبرى لا سائق يوتيوب ولا بغداد ما مستعجل عيني بوك بس فصح هذا زاني عربي فصيح غيري وعامين زاني شو بغداد سؤالي بسائق يوتيوب يا أيها السائق بكم توصلني إلى الباب المعظم في صدق الله العظيم ما موسى في باب صدق الله العظيم يشي من دلم بتشن دم جينتي باب المعظم ويزاني بو آياتي بودخوينة توا بوياك لسر تاوى حديث وكو قرآن حسابي بو كرابايا بونو سينوى لخلق ليتي كالدبو أمرو ولا توبو دايكو باوشي خوت بدنجي يشي خوش شون قرآن بدنج دخوين ري أو حديث يشي بو بخوينة هر واد زاني تيا هر واد زاني قرآن وانيا واد زاني قرآن كاتبوا يكرا وبرا كانوا بوي لبس دروز نبي لسرتا بوي نهي كرا كلاي صحابة يقلابوا قضية كوا توا وتيجيش القرآن أو أسلوبيتي وحديث أو أسلوبيتي توا أو جابنوا سنو خمتا النبي تيكل نابت لا كس إن شاء الله تعالى باش برا كانوا يستاذ زاني من أنه كان أولا وانيا سرتا بو نهي والإذن كان ثانيا أماش هاو شيوي هي سرتا في عمري خاصة وصلم ريل اشتك بقريو لبر ما ترسي اشتك دعاي كما ترسي كان ما إذن بدا في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها مسلمان من سرتا نهيم ليكردون ريم ليكردون لزيارة قورستان استا أمرتان بيدا كم بچن لسرتا نهي كرد دعاي رقايدا فرمي بچن بوشي سرتا ريلي قرتن ها بابا او امركا نهيك بوشي بو كاك رزا افرين بوي سرتا مقامي تقرير وتحقيق توحيده اهل مشرك كان خلق كافركا اعتقاديا با اولياء وكو ودو سواع يغوت ويعوق نصر بو كبينت بياو صالح بون ديان برج نهانيان بودا بردن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو اوي او شركه بن بركه فرمينچن بو سر قبر هرنچن نابيبچ بو لاي مسلمان يقيني بو دروز بكاك قبر هيچي بدزنيه مردو هيچي بدزنيه تواب بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي هر نابيبچن دعاي كه توحيد لدلي صحابه چسباو تواب مردو يكو هيچي ترنيه هيچي بدزنيه نخيري بدستنا الشر او كات لبر علتي چي تر فرموي استا پيتان دلم بروسر داني گورستانيش كن بو مردن تن بيتويات بلام لوي پيشتر كچوبن داوان لمردو ككردبا تا استاجو جهالته لاي خلک يعني كه يعني بو ناچيت گورستان بو مردني بيتويات بلي روزك لروجا منج ديم ام شوينه او دخري مجير خاك نه بو ناچ بو دچه بدوري قبر كذا بصوره تو تمسحي بيبكاتو دستي بيدا بينه قلو خولكي هالقريب داواي ليبكاو هاناي بوبرت أمانا هموي شرك وجهالت
كواتا آسائية پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لسرت هذا لبر ريقريق نهي لشتكر بدواي إذني بيدابه پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي نهي كركا قوشتي قرباني لروجي ججن هلب جيريت سر بدري تواو اوي بو خل ليد خوي باقي كي توزيع دكي اوا هيچ حال نگري بلي بو جمعي چيتر بو حفته چيتر نابد سر تواو بو چكا خلق دهات خلقك فقير بو بيويستيان بو چيب كان او گوشت توزيع بكري بلي بخون حاجه كان نكتب لي هلي دگرم دواي بو مالو بو خوم ديبمو نا بيد او خلق فقير وجاره مبل دواي اذني دا كواتا اسايه نهي كج لحديث سرتا او ابو دواي چي دواي پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام اذني دان باش اي موقفي اوانيك انكاري للسنه دا كان سبارت بم دو جور حديثه چيا موقف منكري السنه است حديثك معناه دا فرمي منوس نوا هشت صنفي تريش حديث معناه هناك دا فرمي چي رقبي انو سين داوا موقفي اواني انكاري للسنه دا كان لو مساله دا بون بدو كومل فريق منهم يذكر حديث النهي وحده ولا يشير من قريب أو من بعيد إلى حديث الإذن. هندي كان تنها أو حديثات بوباز ذكر كاك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي حديث ننسي توا أو هشت حديث يتر يجي بازناك. أما إنصافة يا ظلمة ظلمة وبلقية لسروي أو أنا بدواي حق دا ناقرين كبدواي حق دا قرابا دبواي حديثة كانت رجبين وانية زور باشا دوهميان فريق دوامتيا أما الفريق الثاني فيعترفون وهم كارهون بأحاديث الإذن ثم يقفون منها موقفين كما الله يشترين دلكاك والله من نالين حديثي ترنية فرمو بيتي بن سنوة بالله هيا إيكا هيا أي بو قبوليناكي دل أوانج دو موقف يعني موقفي كم هو الطعن فيها بعدم الصحة ودعاة الطعن منهم قلة هندي كان دلكاك أو هشت حديثي ترهيشي صحيحنيا هندي شي لبخاري ده هندي شي لمسلم بخاري ده وانيا او يتري شي بال بخاري مسلم مش جانب الصحيحه ضلينا او انا صحيحين اما جاهلا نفهم حديثك لقال ارز وكي بقول جي صحيحه اقر صحيح اجنبي ليره بس يرناكن بلام او صنفوان حديثي تشيش كلقال راو بوچونه بوچلا فاسده كينه گنجه اول بخاري ومسلم مش جانب العين ضعيف دبينين أواني إنكاري للسنة دا كان لم سردم إيما دا كلا كان الله كان دردس إنكساني جاهل بيرز بلان برحديث باوري بحديثني حديثك دا كاتب بلقى كاو حديث أخوي لأخوي دا ضعيفة يا موضوعة يتو باورد بحديثني ديت ديوي إيما واز لبخاري ولمسلم وأحاديث صحاح بينين باش ببلقى چي ما باور من بحديث نبي ببلقى حديثي چي ضعيف باورد بحديث صحيح نبي تخوى ما عقلة حتى أوي إستاج إستا كبي عند الله كاك أو أنا إنكاري للسنة دكين بلقت شيء من باورم بالسنة نبي طلع بلقم لسر أوي كباورد بحديث نبي بلقم حديث يكي أبو سعيد خدري لبي غمبر جي رأي تودا فرمة حديث منو سنوا يتو نالي باورد بحديث نبي أيو خوتي ناو توتيا أو بو خاطري بيدع كي خوي دلا باورد بويان هبي بس أويان باورد بو هبي كفرمة يتي منو سنوا باقي يشي باورد فيني يتو يا نبي بلي باورم بحديثه يا كباورد بيتي بهموي هبه يا كباورد بحديثني باورد بمشي النبي كي شيء حديثك كذا فرمه لا تكتبوا عني لما نوه هجمن سنوا صنف دوم يان كذا كان برا طعن نالا او حديثان الصحيحين هو القول بان احاديث الاذن كانت اولا ضلنا كاكا بل هردو حديثك صحيحا او كفرميتي منوس او كفرميتي بنوس بلام أواني نسيانا سرتان نسيانا أو كفرميتي مينوسن أو الأخير دا أما هلا يا هلانيا ببلغي شي هلا يا دو بلغي من باس كردوانيا بلغي يكم يان صحيفة كي لاي علي برزا إخوالي بي وبلغي دو ميشان عام يوم فتح اكتبوا لي أبي شاه كأو متأخرة بلغي سي ميشان أحاديث كاني چي كأبو رفر من أحاديثي چي عبد الله كري عمري كري عاص كماونتوا أو دينوسيوا وغير أوج رسائله نامكاني كبو ملوك الرؤساء ولا تكاني خوي دنار بيغمر صلى الله عليه وسلم همي ما وتوتو مارك لاوا كواتا كبلين أو نهيك لأخيري هاتوا وچينو سيتي بيسرتوا أي بو صحابنا ينصريتوا كواتا ناچار دي بلا صحابة همي خيانة كارو تاوان بارن والعياذ بالله أوج بلين إنسان لدين دا چيتا دروا طعنا لإجمعي صحابة بدري بنا بخوي فرودقال
كوات أبرا كانم بو من در كود كا أحاديثي إذن ناسخة بو حديثي چي حديثي نهي كاما كاما ينسخ كردوتوا أو مولتي داو بنسريتوا نسخي أو حديثي كردوا كدلنا نسريتوا. وللقارئ أن يتبين حجم الضلالة وشناعته الذي يغدو فيه منكرو السنة يروحون، فقد تمسكوا بحديث واحد وأعرضوا عن طائفة من الأحاديث والوقائع، وضربوا بمواقف علماء الحق أرض الحائط، لأن هدفهم هو تحقيق مطامع أعداء الإسلام في الإسلام. هدفك يا إبرام، هدفك أويك مرام آمان جكان دجمنان إسلام بيتجه، چونك وكل درس رابردو باسم كر قرآن وسنة دو بالن، چون بالن ده ببيت دو بالن نافره إسلام يعني قرآن وسنة سرچاوي إسلام قرآن وسنة كتو بالي چي بالن ده ليكر دوا نافرت إسلام نامني كواتا أو مذهب بونه هشتني إسلاما جا كسانك با خبثو في البازية وديكن كسانك چيش بجهالة وتوشيبون ما بس يعني أونية كإسلامنا منه بلا من فامو نزانا بلا فركزوا على محو السنة من حياة المسلمين، والسنة نصف الإسلام، فإذا تمكنوا محوها أو التشكيك فيها تمكنوا في الوقت نفسه لا قدر الله من تحنيط القرآن وعزله عن حياة المسلمين، والله لهم بالمرصاد وهو لا يصلح عمل المجرمين. أو هدفك يعني إن شاء الله قد ناقاتجه چونکه بو من در کود که بیان و کانیان بلگ کانیان پوچاله هیچ نیا استا لکوتایی درسی امرو من ده زانی من برایان اوانی که دلن حدیث ولانن باورتان به حدیث نبی حدیث بلگ نیا یک بلگانه ویش چیه؟ ویش حدیثه یک بلگانه ویش حدیث باشه برای لبران بریج ده هشت حدیث من هیا. بارک الله فیکم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وجزاكم الله خيرا.